متفكر عضو المجلس الإداري بجمعية آباء وأصدقاء أطفال معاقين ذهنيا بالدار البيضاء. أنا تنسير مع المجلس الإداري مدة ديال 18 سنة، وأنا في المكتب المسير وعارف في ذاك الجمعية كل ما يجري فيها العضوية ديال المكتب ديال الجمعية كاملة، وعندنا وصل الإذاعة ديالها والقانون الأساسي هاهو. إذن هذا هو القانون الأساسي اللي تيحكم الجمعية. العضوية تتكون تشتمل العضوية من أعضاء نشيطين، النشيطين هما اللي عندهم أطفال معاقين ذهنيا، وكاينين أصدقاء هما اللي تيساعدوا الجمعية، ولكن هاد الأصدقاء المشيخة اللي تيساعدوا الشعب المغربي كله تيساعد، لأنه الجمعية تظل خدامة بالمال العام. المال العام تيكونوا الشعب، إذا الشعب راه صديق حتى هو ديال الأطفال، وكاينين أعضاء الشرفيين. العضوية تتفقد، تتفقد العضوية أما الاستقالة، أما في حالة الوفاة ديال الطفل، لأنه الطفل هو الأساس ديال الجمعية. وهذه الجمعية الفصل هذا ديال العضوية راه عنده 50 عام. هو الأساس ديال الجمعية، اللي وقع دابا وهو رئيس توفات ليه بنته. رئيس توفات ليه بنته. تناقش معايا أنا شخصيا تناقش معايا في الموضوع هذا، طلبت منه أنا يدير رأي الشرف. هما القانون تيسمح لي يكون رأي الشرف، هو لا، هو تعنت ودار واحد التعديل ديال واحد القانون ديال داك واحد البورد ديال البورد ديال التسيير، غيرو باش يبقى رئيس إلى الأبد، وهذا تيخالف القانون الأساسي ديال الجمعية. كيخالف القانون الأساسي ديال الجمعية. دار واحد الجمع اللي حضروه واحد 25 ديال الأعضاء ديال الآباء اللي ما عارفينش القانون الأساسي، وهذا القانون الأساسي المفروض يكون عند الآباء كاملين، واللي بغى يطلع عليه عيط يتصل بيا نعطيه نسخة منه، لأنه هو من واجب يكون عنده باش يطلع ويعرف أش كاين. إذا كيفاش تم هذا التعديل؟ التعديل مع الأسف، لا إله إلا محمد رسول الله. هذا هو الإعلان، وهذا الإعلان وزع الأباء، وبنى معاه وكالة اللي ما مذكوراش القانون الأساسي نهائيا، وكالة ودرناها مع هذا الإعلان هكا، وعيطنا على الآباء، درناهم باش يتسناونا في الطريق بالبطاقة الوطنية ديالهم، ملي توقفوا عندهم تناخذوا عندهم البطاقة الوطنية، تنقيدوها في الإعلان ديال الجمع العام اللي أرونا وتوصل به، وتنقيدوه في الوكالة، أيدي سميتو وتيسمي، الوكالة ما عرفتش فيها وما فهمهاش، ما تيشوفهاش. وتنعطيو الإعلان ديالو، ملي تنوزعو هادشي، تنجيبو الإعلان بهاكا، هزهم، وداو الجماعة الحضرية كيليزاو، كنوجه النداء ديالي لوزير الداخلية. عند واحد الست، وتنوجه النداء ديالي سي عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، وتنوجه النداء ديالي سي عبد اللطيف الزرقيتي مدير التعاون الوطني، باش تثبتوا هذا الشيء هذا اللي وقع على هذا الجمع العام. وجميع المؤسسات اللي عندهم محاضر، ونتمنى المحاضر اللي تكتبوا يكون فيهم هذا الشيء اللي تقولوا، ونتمنى التدخل ديالي في ذاك الجمع، نتمنى تكتبوا ذاك التدخل اللي تدخلت في ذاك الجمع تكتبوا تمكتوب. دابا النداء ديالي
اولا تنشكر الاباء انهم هما اللي عنيين وانا واحد منهم، انا راه عندي بنت خاصهم يعرفوا بانني راه اب عليه بحالهم وعارف اكثر منهم، الوحيد اللي عارف اكثر منهم، عارف كل شيء ما يروش في الجمعيه، عارف ومستعد نواجه اي واحد على التسيير ديال المكتب، انا مستعد نتواجه لها، لا من الاباء لا من المسؤولين، اي واحد بغى شي معلومات ولا شي حاجه انا موجود، لان انا كنت موجود تما وباقي موجود تما، وما نستلش وما كان حتى شي واحد من الخفقان اللي خلقني.